بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مدارسة ومذاكرة كتاب أحاديث الفتن والحوادث. وقبل ذلك التنبيه على سبق لسان حصل في الدرس السابق، فإن الصحابي الجليل الذي مات في طاعون عمواس وكتبه عمر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسنا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولمسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة. قلنا إن وصفها بهذا الوصف لأمرين: فكونها خضرة حلوة لسرعة تغير خضورتها إلى الهشيم، وحلاوتها إلى المرارة والنكد والغثاء. ومعنى أيضا كونها حلوة خضرة أي لأن النفوس تتشوف إليها وتتطلع إليها، فإن النفوس متطلعة إلى الشيء الخضر والشيء الحلو كالفاكهة الحلوة واللون الأخضر، وهذه الدنيا كذلك تسحر من لا يدريها ولا يخبرها، تظل الدنيا من تعلق بها، أما من جعلها دار عبر ومعبر وعلق قلبه بالآخرة لم تضره الدنيا، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، فمن استقل من الدنيا واستكثر من الآخرة هذا الرابح، ومن تقلل من الآخرة واستكثر من الدنيا فهو الخاسر. باع الآجل بالعاجل، وباع الباقي بالفاني. والدنيا من دناءتها وأيضا من دنوها، فهي دنيئة لأن مآلها إلى زوال، ولأن فيها التعلق بالدنيا الذي يشغل عن الآخرة، وهي دنيئة وهي دانية قريبة بالنسبة إلى الآخرة التي تكون بعدها. قال: وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. نعم، جعل الله آدم وذرية آدم في الدنيا خلفاء، أي جعلها أمانة في أيديهم، مستخلفين في هذه الدنيا يعني أنها أمانة فيهم، ينظر ما يصنعون فيها، هل يقيمون فيها توحيد الله ودينه، هل يؤدون فيها فرائض الله وأمره، هل
تسحرهم الدنيا حتى يتخلفوا عن ذلك ويقعوا في محرمات الله، إذا أوتوا من المال هل يقومون بحقه الواجب في الزكاة والصدقات؟ إذا ولاهم المناصب والرقاب والبلدان هل يعدلون؟ هل يفون؟ فهذا كله لأن الدنيا دار عمل، والله عز وجل ناظر، أي يرى سبحانه ما يعمل فيها المعمل العامل. ولهذا قال: فاتقوا الدنيا، ألا فاتقوا الله واتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا فيه الأمر بتقوى الله، لأنها أعظم وصية وأعظم موعظة. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واتقوا الدنيا احذروها، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: واتقي كرائم أموالهم، أي احذر، إذا أخذت الزكاة منهم فاحذر أن تكون من أطايبها، من أطايب أموالهم، وأيضا لا تأخذها من أرداء أموالهم، فإن أخذ من الأطيب ضر صاحب المال، وإن أخذ من الأرداء ضر من تدفع له الزكاة. قال: واتقوا النساء، لأن فتنة النساء من عظيم فتن هذه الدنيا. ثم قال: وله، أي لمن؟ لمسلم. وهذا فيه ما سبق، أن أكثر ما رواه البخاري كما أورده الشيخ هنا هو من روايات مسلم في كتاب الفتن. وله عن حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ويلقب بصاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه صاحب السر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك وفي عقبتها هم المنافقون أن يلقوه من على راحلته فيسقط من على العقبة فيهلك، وكانوا 14، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء أعيانهم، وهم المنافقون النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون النفاقين الأكبر والأصغر، نعم فيهم في الحال ليسوا منافقين النفاق الاعتقادي، لكن خوفهم أن يختم لهم به وأن يموتوا عليه، أما خوفهم من النفاق الأصغر فهذا في حالهم وفي عاقبتهم. سأل مرة عمر رضي الله عنه حذيفة: أنا ممن سماني لك رسول الله؟ أي في أسماء أعيان المنافقين. فأبى حذيفة أن يجيبه، فاحتال عليه عمر فقال: نشدتك بالله، سأله بالله: نشدتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ فأحرج حذيفة رضي الله عنه، لأنه بين أمرين: أولا هو صاحب السر وقد ائتمنه النبي عليه، وثانيا عمر سأله بالله، وفي الحديث: من سألكم بالله فأجيبوه. فقال حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بهذا أحدا بعدك، يعني لا يتخذونها وسيلة فيسألوني بالله. عمر رضي الله عنه من فقهه وحذاقته وهو الملهم، كانت إذا قدمت جنازة لحظ حذيفة يصلي عليها أو ينصرف، فإن انصرف حذيفة يقع فيه أنه ممن سماه له النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر لا يحدث بهذا أحدا. يقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه، وحذيفة هو راوي حديث الفتن، ويأتينا إن شاء الله مخرج في الصحيحين من رواية أبي إدريس الخولاني عن حذيفة، يقول حذيفة: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، أعلم الناس، لأن علمه مستقى ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعلمهم. وحفظ حذيفة هذا العلم، وليس فيه تزكية نفسه كما قد يظنها ظان، وإنما هذا إخبار بواقع الحال، كما قال يوسف:
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما يزكي نفسه وإنما يخبر بواقع الحال. أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة بين الآن إلى قيام الساعة، لأنه من العلم الذي ورثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولئلا يظن ظان أنه عنده ما لا عند غيره استدرك بهذا الاستدراك فقال: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ليس هذا العلم مني بالفتن إلى قيام الساعة شيء أسره النبي إلي، لا، لا تظنوا هذا، وإنما حدث النبي بهذا الحديث في رهط فمات أولئك الرهط ولم يبق إلا أنا. والرهط في لغة العرب العدد القليل من الرجال، قالوا: وليس له مفرد من لفظه، وإنما له جمع، جمع رهط أرهط. يقول رضي الله عنه: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، أي لا يتركن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف. عرفون رياح الصيف؟ ها؟ سرايات، عواصف ما وراها شيء، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. العلماء رحمهم الله تفننوا في هذه الثلاث، الفتن الثلاث التي لا تكاد تدع شيئا، أي لا يمكن أن ينجو منها أحد. فقيل إنها فتنة المال، فتنة المال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره، في رواية يعتمه غباره. وهذا القول على وجاهته ليس قولا، ليس هو المتعين، لأن فتنة المال لم تضر رسول الله ولا أبا بكر ولا عمر ولا أبا ذر في غيرهم من الصحابة رضي الله عنه. وقيل إنها فتنة لا تدع بيت من بيوت العرب إلا دخلت، التي جاءت في حديث عوف بن مالك الأشجعي: يعدد ستة بلدي الساعة، وذكر منها: وفتنة لا تدع بيتا مثل الأرض العربي إلا دخلت. وأقرب ما يقال فيها والله أعلم أنها فتن التصاوير بأنواعها وأشكالها وأنماطها المختلفة. وقيل إن الفتنة التي لا تذر أحدا فتنة الدنيا بعموم ما فيها، وقيل فتنة اللسان. والعلماء تفننوا بذكر هذه الفتن استنباطا لعموم ما يبلى بها الناس. ومنها فتن كرياح الصيف، رياح الصيف منها الرياح العاتية العامة الكبار العواصف، ومنها الرياح اليسيرة تثور ثم بعد ساعة تهبط، أي أن الفتن منها ما هي فتن كبار ومنها ما هي فتن صغار. والشأن في هذا ليس استحقار الفتن الصغار أو القنوط واليأس من الفتن الكبار، ولكن الشأن في هذا وهذا هو اتقاء هذه الفتن والحذر منها. الفتنة إذا أقبلت يا أخواني والبلية استشرف لها الناس ويعرفها العلماء، يعرفون أنها فتنة، فإذا استدبرت عرف الجميع أنها فتنة، لكن ولا تحين مناص ولا تحين منفع. وش الفائدة أننا نعرف الفتن بعد ذهابها؟ العبرة والحكمة والمنجى في النجاء من الفتن أن تعرفها قبل ورودها، ولا يتأتى هذا إلا بنور الوحي. والذي نحن في هذه الأحاديث نحاول أن نتواصل إليها. يقول حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. هذا معنى إني أعلم الفتن من الآن إلى قيام الساعة. وله أي لمسلم عنه، أي عن حذيفة رضي الله عنه، قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته. هذا فيه خصوصية حذيفة
أنه مع تلقيه ذلك عن رسول الله ابتداء سأله وناقشه وباحثه فيها انتهاء، والمساءلة مما تثبت الجواب والعلم في قلب صاحبه. قال: إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، أي ما هو الموجب الذي يجعلهم يخرجون من المدينة إلى غيرها. المدينة خرج منها الكثيرون، منهم من خرج من المدينة مجاهدا في سبيل الله وداعية إلى الله وهم شأن الصحابة، ومنهم من خرج منها طالبا للدنيا سواء مالا أو منصبا أو نساء. وإلا فإن مقبرة المدينة البقيع ضمت 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، ومن آل البيت ومن أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، لكن أكثر الصحابة مات خارج المدينة إما مجاهدا في سبيل الله أو ناشرا للعلم والدعوة في الآفاق. نعم. وله عن أبي زيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. عندك ولهما أو وله؟ وله. أي نعم، أحسن الله إليكم. وله عن أبي زيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى. رحمك الله. نعم. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فأعلمنا. أحسن عليكم. فأخبرنا بما هو كائن فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. محتاج. هذا حديث رواه الإمام مسلم عن أبي زيد وهو عمرو بن أخطب رضي الله عنه، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر وهي صلاة الغداة، ثم صعد المنبر، وكان منبره عليه الصلاة والسلام على أعود من طرفاء الغابة له 3 درجات، يجلس على الدرجة 3. قال: فخطبنا حتى حضرت الظهر، يعني من انقضاء الفجر إلى حضور الظهر وهو يحدثهم عن ما هو كائن إلى قيام الساعة، وأعظم ما حدثهم به أمر الفتن. ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فأتم حديثه إلى أن صلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فما زال يخطبهم حتى غربت الشمس فأخبرهم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وكان الأعلم من الصحابة هو الأحفظ، أحفظهم لهذا الحديث ولما ذكره النبي هو أعلمهم. وهذا فيه شأن الحفظ في هذه الشريعة، أن الحفظ أساس في تلقي هذا العلم. ولما تلقى المسلمون علومهم عن غير المسلمين زهدوا في الحفظ، زهدوا فيه جدا، حتى قال قائلهم: ما نحتاج إلى كتبه وإلى حفظه وإلى نسخ، نحتاج إلى الفهم، ولا يتأتى فهم إلا على قاعدة الحفظ. حتى في أمور الدنيا، الرياضيات من علوم الدنيا، أيتأتى يعرفها عارف وهو لم يحفظ جدول الضرب؟ يمكن؟ ما يمكن. إذن حتى العلوم الدنيوية فيها أساسيات لابد من حفظها، ودين الإسلام علم الشريعة قائم على الحفظ. قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. دل على أن حفظ الشريعة قائم على حفظها بحفظ مصادرها ثم في فهمها بعد ذلك. وأهل الكتاب أو أهل الكتابين قبلنا أوتوا علما، قال الله جل وعلا: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فمنهم من حفظ ومنهم من بدل وضيع. إذن لا يزهدنكم في العلم تزهيدهم في شأن الحفظ،
فإن العلم مقامه، علم الشريعة مقامه على الحفظ. إخباره عليه الصلاة والسلام بما هو كائن، منهم من حفظ ومنهم من نسي ومنهم من لم يحفظ بالأصل، لكن ما به قيام الدين وما به تمام الاعتقاد بقي محفوظا. ولهذا أشراط الساعة الكبرى محفوظة والصغرى تفاوت العلماء في حفظها، فمنهم من أوصلها إلى 30 ومنهم من أوصلها إلى 74 ومنهم من زاد على ذلك بقدر ما حفظ وثبت عنده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل هذا الذي أخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من نساه ومنهم من لم يحفظه بالأصل، نقول ما به قيام الشريعة ودوامها بقي، لأن هذا الحفظ من حفظ الشريعة، وما جاء من التفاصيل التي لا يضر فقدها ذهب، تفاصيل التي لا يضر فقدها ذهب ذلك، ولم يضر أصل الشريعة في كمالها، لأن الله تكفل بحفظ هذه الشريعة حفظا لألفاظها وحفظا لمعانيها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. عندك عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو؟ عن عمرو أحسن الله عليك. عن عمرو. المحفوظ هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، هو الذي في مسلم، فإنه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث له قصة. يقول عبد الله بن عمرو: بينما نحن في السوق إذ سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، الصلاة بالنصب أي على الإغراء، قال: فاجتمعنا إليه في المسجد فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، هذا هو حق الله عز وجل الذي جعله للأمم على أنبيائها، أن تنصح لهم فتنذرهم وتبشرهم، تنذرهم بكل شر وتبشرهم بالخير الذي ينفعهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، أول الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، ومعنى العافية في أولها أي أن الفتن في أول الإسلام أقل من الفتن في أواخره، سيسلم الأوائل من الفتن ليس بالكلية لكن من حيث النسبة والتناسب، فالفتن في الصدر الأول أقل منها في الصدر الثاني، وهكذا آخر الزمان أكثر فتن من أول الزمان، ولأجل هذا عظم أجر الناس في آخر الزمان حتى فاق أجر الواحد منهم أجر 50 ممن من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني رأيت إخواني. قال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، وإن للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول؟ قال: بل منكم. ليه؟ لعظيم البلاء
الذي ثبتوا معه على دين الله عز وجل ولم يتحولوا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام وجوده مع الصحابة في حياته حرز لهم وأمان لهم، حتى قال لو خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي أنا أكفيكم إياه، وإن يخرج الدجال ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ومع ذلك شرف الصحبة لا يعدله شيء، وسيصيب آخرها، آخر هذه الأمة، وهذا أيضا أمر نسبي، فالتابعون أصابهم ما لم يصب الصحابة، وتابعوا التابعين كذلك، كلما بعد العهد عن زمن النبوة كلما كانت الفتنة أحضر وأحظى، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، أي تكثر الفتن والأمور المنكرة في باب العبادات والاعتقادات، فما كان عنده حرام أصبح في غده حلال، هذه فتنة كما قالها حذيفة، أن ترى ما كنت تراه حراما تراه حلالا، غلبتك شهوتك أو استكثار الناس أو الموت مع الجماعة رحمة فاستهنت به، هذه الأمور اللي تنكر في الاعتقاد، حتى الصلاة يقول أنس رضي الله عنه ما أدركت ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما عليه الناس اليوم إلا هذه الصلاة وفيها ما فيها من أنواع الدخن والتخلف. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأمور تنكر، أي ينكرها العالم أو ينكرها من كان يعيش أمسه ويعيش يومه وغده. وأنتم الآن يا أخواني، الواحد يتفكر في نفسه يرى أن حاله قبل سنين خير من حاله الآن، أليس كذلك؟ في أمر العبادة وأمر الديانة وأمر الصلاح، ويسأل المؤمن ربه حسن الخاتمة، وما هذا العلم إلا سياج ووسيلة للثبات على دين الله واتقاء هذه الأمور المستنكرة. قال فيرقق بعضها بعضا، أي تأتي الفتنة ترقق التي قبلها، فتنة المال، شك في معاملة مالية فقال آخذها ولا ما آخذها، فيها نوع شبهة، إذا أخذها واستمرأ الشبهة غدا يأكل الشيء المحرم عيانا صراحا، بعد غد يتأول على أكله يقول لا أنا أستحق هذا، فيبرر لي لمعصيته. هذا معنى أن يرقق بعضها بعضا. الغيبة شنيعة، لكن إذا جاء مع الغيبة لعن وسب وشتم خفت الغيبة في نفسي المغتاب، إذا لحقها قتل وسفك للدم رققت، رقق القتل وسفك الدم ما كان من لعن وشتم وما كان قبلها من غيبة، وهكذا. قبل زمان ليس بالبعيد كان التلفاز في البيوت شيء عظيم، وكان من ينكرون الدشوش شيء كثير، استمرأوها وأصبحت شيئا عاديا. نعم لا يبيحها، لكن جاء ما رققها وما خففها في نفوس الناس، وهذا أمر كثير خصوصا الفتن العامة. يقول عليه الصلاة والسلام وتجيء الفتنة فيقول المؤمن، تمر عليه الفتنة، والمؤمن هنا إما أنه اسم جنس لجميع المؤمنين أو أنه العهدية الاستغراقية أي الكامل الإيمان، يحتمل هذا وهذا، والأظهر الثاني أنه كامل الإيمان، إذا مرت عليه الفتنة قال هذه مهلكتي الله ينجيني منها، عز الله أنها خطر علي، فيبقى منها على وجل. وأعظم ما يتقي به الإنسان الخطر الخوف منه، لما اتقى الصحابة رضي الله عنهم النفاق أعظم أسباب اتقائهم له هو خوفه من النفاق، خافوه فاتقوه فنجاهم الله منه. أما لو خف النفاق في القلوب ولم تخفه أو تخشه النفوس فإنها ترج عليه وتدرج عليه وهو لا يشعر. فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يعني يجعلها نصب عينيه أنها سبب هلكته،
ليحذرها أشد الحذر ويتقيها أشد الاتقاء، وتجيء الفتنة الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه، يعني أنه لا يستسهل ويسترخص ويستهين بأي فتنة، وإنما يبقى منها جميعا على وجل، فإنه إذا كان كذلك اتقى الفتن ونجا منها. فإذا استسهل بعضها قال لي هل مرة باكل الربا، هل مرة أشرب الدخان، هل مرة أزني، هل مرة أشرب الخمر مرة واحدة، لأن المعصية وش تجر؟ معصية، والشبهة تجر شبهة، والفتنة تجر أختها حتى تستحكم على القلب. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر سبب النجاء، لأن النجاء العظيم والفوز الكبير أن ينجى الإنسان من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. من أحب، أي من أراد، وليس هنا أحب بمعنى ضد البغض، وإنما إذا أراد ذلك، من أحب أن يزحزح عن النار، أن يبعد عنها ويدخل الجنة، فذكر أمرين عليه الصلاة والسلام، بل ذكر ثلاثة: أمر يتعلق بحق الله المحض، وأمر يتعلق بحق عباد الله وتعامله مع الناس، وأمر ثالث يتعلق بولي الأمر الذي له في عنقك صفحة البيعة. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حق الله المحض، إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، يستمر معك إلى أن تموت على ذلك، وهذه هي حسن الخاتمة. من الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر لكنه عند موته إما يزول عنه الإيمان فيرتد عياذا بالله، أو يضعف هذا الإيمان، يضعف هذا اليقين. والإيمان بالله واليوم الآخر أكثر عقيدتين تكررت في القرآن، لأنها سياج الإيمان ومدارها على توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كم مرحلة؟ 12 مرحلة. من يعدها؟ حفظا لا قراءة. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة. تعدها كلها ولا بعضها؟ حاول. الإيمان بإيش؟ لا، أنا أعدها لكم على عجل، فعقدوا أصابعكم. أولها الإيمان بأشراط الساعة، ثانيها الإيمان بنفختي الصور، ثالثها وما أعجلك عن قومك يا موسى. الأولى، المرحلة الأولى الإيمان بأشراط الساعة، الثانية الإيمان بالنفختين، نفختي الصور، ثالثا الإيمان بالبرزخ وما فيه من العذاب والنعيم، رابعا الإيمان بالقيامة يوم العرض في عرصاتها ومهيبها وأهوالها، خامسا الإيمان بالشفاعات، وأعظمها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، سادسا الإيمان بالأحواض، وأوعبها وأوسعها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، سابعا الإيمان بالعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله ويا شقاوته. ثامنا ولا تاسعا؟ دققوا الحساب تطول العشرة. يا رجل، سبعة ولا ثمانية؟ ذكرنا سبعة، الآن نذكر الثامن، الميزان، الحساب. ثامنا الحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، تاسعا الميزان يزن الأعمال والعاملين، عاشرا الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، الحادي عشر صراط المؤمنين قنطرة بعد الصراط خاصة للمؤمنين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة،
الحادي عشر والثانية عشرة الجنة والنار، الجنة ونعيمها ودرجاتها، والنار وجحيمها ودركاتها. كم مجموعها؟ 12 مرحلة. قال وليأتي، هذه الوصية الثانية، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه فيها صلاح الدنيا الذي ينبني عليه صلاح الدين. عامل الناس كما تحب أن تعامل، هذا الميزان والمعيار. إذا وضعته في نفسك سلمت من الناس. هل تحب أن تغتاب؟ لا. هل تحب أن تسب؟ هل تحب أن يؤكل مالك غصبا؟ هل تحب أن يتعدى على عرضك؟ هل تحب أن يؤذيك جارك؟ وهكذا. عامل الناس كما تحب أن تعامل. إذا وضعت هذا الميزان سلم الناس منك، سلم الناس منك. وهذا من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمن أحدكم بالله واليوم الآخر حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن محبة أن تؤتي غيرك ما تحب لنفسك أيضا ما ذكره النبي تخصيصا لحق ولي الأمر الذي هو ظل الله في أرضه، إجلاله من إجلال الله، وإكرامه من إكرام الله، واحتقاره وازدراؤه من إيش؟ من نقص دينه. قال ومن بايع إماما، الإمام أي ولي الأمر هو الإمام، وهذا هو الاسم الشرعي، يسمى ولي الأمر بالإمام لأنه يقود الناس في أمر دينهم ودنياهم. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، سواء أعطاه مباشرة أو من خلال العرفاء والعقداء وأهل الحل والعقد، بايعه وأعطاه صفقة يده، يعني مد له يده يبايعه، وثمرة قلبه بأنه هو ولي أمره. ولهذا البيعة للإمام واجبة، من مات وليس في عنقه بيعة وش حكمه؟ مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، من مات وليس في رقبته بيعة فمات فميتة جاهلية، هذه رواية. الثانية فميتته جاهلية. الثالثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا من عناية الشريعة بأمر الجماعة، لأنه لا جماعة إلا بإمام. هل يمكن تكون جماعة بغير إمام؟ لو كان للجماعة أكثر من إمام اضطربوا، ولو كان عندنا جماعات كثيرة بأئمة كثيرة اضطربوا. ولهذا أصل اعتقاد أهل السنة في هذا الباب، باب الإمامة، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. هب أنهم بايعوا إماما وعصوه، انخرم أمرهم، لكن السمع والطاعة، وليس مطلقا حتى ما يحل حراما ويحرم حلالا، وإنما بالمعروف. قال فمن بايع إماما فأعطاه سواء مباشرة كما في شأن الحل أهل الحل والعقد، أو من خلال أو عامة الناس، كلنا نحن أعطينا إمامنا ثمرة قلوبنا بالبيعة وصفقة أيماننا وإن لم نمد له يد المبايعة، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، جاء في اللفظ في مسلم فاضربوا عنق الثاني كائنا من كان، لأن منازعة أمير لأمير آخر له البيعة انثلام لأمر الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن بيعة الثاني باطلة مع وجود الأول، إلا أن ينزع أهل الحل والعقد إمرة الأول. وهذا فيه حفاوة الشريعة وعنايتها بأمر الجماعة، وأنها بها قوام الدين وقوام الدنيا. انظروا إلى الحج، لا يجب الحج إلا خلف إمام تجب طاعته ولا يضطرب الناس.
ويؤمن الإمام للناس حجهم وسبلهم. والجهاد لما كان عبادة جماعية كالحج افتقر إلى الإمام. يدل لهذا الحديث أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، أي فتن واضطرابات وقلاقل، ستكون هنات وهنات. فإذا بويع لأمير ثم بويع لآخر فاقتلوا الثاني، في رواية فاضربوا عنق الثاني كائنا من كان، كائنا من كان، لو كان الصالح لو كان العالم. إذا انثلمت بيعة الأول ببيعة الثاني فإننا مأمورون شرعا بأن نقاتل الثاني كائنا من كان، لا ينظر إلى صلاحه ولا نسبه ولا جاهه ولا عذربته بالأول. قامت للدواعش دولة فبايعوا خليفة له وكفروا غيره من كانت له بيعة، كما في بلادنا، وعامة بلدان المسلمين لم تصح هذه البيعة الثانية، ولو كان يدعي صاحبها أنه قرشي أو أنه أصلح الناس، حتى تنعقد البيعة له من أهل الحل والعقد في فقد الإمام الأول بموته أو بتنازله أو بأن أهل الحل والعقد يحلونها منه. أمر الإمامة وانضباطها في الدين أمر عظيم، ما هي فوضى، لكن أرادها بعض هؤلاء الشباب وبعض الخوارج والمتعالمون، أرادوها فوضى. اليوم هذا أمير وغدا ينزعونه، ويضعون آخر وغدا ينزعونه، كما في شأن الخوارج مع علي، نصبوا عليا أميرا ثم نزعوه عن الخلافة ثم قتلوه بعدما هيجوا الناس عليه. وهذه من الفتن يا أخواني، اضطراب أمر الإمامة من الفتن التي تجر سفك الدماء وإشاعة الخوف والاضطراب والقلاقل. ولكم في واقعنا المعاصر أعظم عبرة يا أخواني، سلم الله هذا البلد فجمع عامته وعلماءه على إمام واحد، فسلموا من هذه البلابل والقلاقل والفتن. الأمر إلى علمائهم، وعلماءهم بايعوا أميرهم وبايعوا ملكهم، فقامت عليهم أمر الدنيا مع قيام أمر الدين، وأصبحوا مضرب المثل في العالم المعاصر، في عالم المسلمين، على قيام الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع، ونكمل الأسئلة التي وعدنا الإخوان بالجواب عليها. يقول: هل تجوز عمرة عن الميت بعد الانتهاء من عمرتي؟ هذه مسألة يا أخواني مهمة، وهي أن السفرة الواحدة المستحب أن تكون فيها عمرة واحدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، اعتمر أربع عمر. والمسافة من المدينة إلى مكة قريبة ولا بعيدة؟ قريبة تعتبر. كان عليه الصلاة والسلام يركب الطيارة وساعه في مكة. أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام الواقعية ولا المثالية؟ هذه الفلسفية ترى. المدينة بعيدة عن مكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، 10 أيام على المطايا والرواحل، ومع ذلك كم أخذ من عمره لما جاء؟ عمره له، وعمر الخديجة، وعمر لرقية وزينب وأم كلثوم بناته، وعمره لعمه حمزة، صح؟ لا لا. ليش يا أخواني؟ طيب ما يحب خديجة؟ ما يحب حمزة؟ ليش ما اعتمر عنهم؟ اعتمر في كل سفرة عمرة واحد عليه الصلاة والسلام. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، أما سردادي مردادي رايح للتنعيم وجاي من التنعيم، هل هذه سنة؟ ليست سنة. ولهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم: يا من تحب الصحابة وتقتدي بهم صدقا، أما أبو بكر وعمر وعثمان فيرون في كل سنة عمرة، في كل سنة إيش؟ عمرة واحدة، واحدة فقط، واحدة إنف ما يزيد.
أما علي رضي الله عنه فيرى أنه في كل شهر عمرة ينشئ لها سفرا جديدا، أقل ما جاء مما فتشت عن الصحابة في مدة ما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين عمرة وأخرى قدر ما يحمم رأسه. اكشف طاقيتك أنت، أي اكشفها، قف واقفا. كم يحتاج أخونا حتى يكون رأسه أسود؟ 4 أشهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم متى اعتمرت أنت؟ أصبر أصبر يا أخواني، اعتمرت أمس ورأسك الآن أخضر. قبل أمس. يحتاج في المعدل الطبيعي إلى أن يعود رأسه، استرح، أن يعود رأسه أسود إلى 5 أيام. وهنا معنى قول أنس قدر ما يحمم رأسه، يعني يصير رأسه كالحممة أسود. فهذا فيه أن أقل ما بين العمرتين كم؟ 5 أيام. ولهذا إذا أتيت من بلد بعيد، أتى من أمريكا، رضيت؟ ها؟ ولا من الصين؟ فإن أتى أراد عمرة أخرى بعد 5 أيام من عمرة الأولى يأتي بعمرة ثانية. السفرة الواحدة، حتى من كان في مكة، حتى أنت بعد 5 أيام. واضح الجواب؟ واضح يا أخواني؟ والله أعلم. من كان في مكة فيرجع إلى أدنى الحل وأقرب الحل إلى الكعبة التنعيم، يحرم من أدنى الحل، والأفضل أن يكتفي بعمرة واحدة في سفرته. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. حج معه 100,000، لم يعتمر عمرة ثانية في حج إلا عائشة، حتى أخوها عبد الرحمن اللي أعمرها من التنعيم لم يحرم بالعمرة، لأن الأكمل الانتهاء بنسك واحد في سفرته. كم عمرة حج الرسول؟ ما حج إلا حجة واحدة، ما حج إلا حجة واحدة، وعمره 4. عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، وعمرة القضاء التي قاض المشركين عليها في العام الذي بعده، وعمرة الجعرانة بعد حنين، وعمرته التي قرنها مع حجته حجة الوداع. نحن 3 إخوة، وكان أبي رحمه الله يعيش معنا، فاشتركنا نحن وهو في شراء قطعة أرض، ثم تنازل عن حقه لنا. من المتنازل؟ الأب تنازل عن حقه في الأرض لأبنائه 3، علما بأن لنا أخوة ولكن لا يعيشون معنا، فهل أبي آثم؟ ننظر متى تنازل. إن تنازل قبل موته بمدة يسيرة في مرضه أو في كبره فتنازله غير معتبر إلا أن يرضى بذلك بقية الورثة. وإن تنازل في أول الأمر لما رأى من بذل أولاده في الأرض وفي شرائها لئلا تفوت، أو فيما مدوه بالمال وهم الكبار، فتنازله عندئذ لا يأثم به، والله أعلم. وأنا أنصحكم أنكم تستبيحوا أباكم من إخوانكم الصغار، تستبيحوه وتطلبوا منهم أن يحللوه، وإن لم يقبلوا إلا بأن تدفعوا لهم فادفعوا ما تطيب به نفوسهم إطابة لماذا؟ لإراحة لذمة والدكم، والله أعلم. هل يصح أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة؟ نعم، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا يشمل جميع مكة مما هو داخل حدود الحرم، في الرصيفة، في الهجرة، في العزيزية، في العوالي، في جبل النور، في النكاسة، في كل حدود مكة. طيب في النورية،
النورية لا خارج الحدود. ولا وانت عجل، العجلة هذه مشكلة. إذن كل المساجد والأماكن داخل مكة فالصلاة فيها مضاعفة فرضا أو نفلا. اجلسوا اجلسوا اجلسوا، فرضا أو نفلا بشرط واحد، ما هو؟ أن يقبلها الله منك. فاهتم للقبول أعظم من تفكيرك واهتمامك بالمضاعفة. وصلاة المرأة في بيتها في الفندق في شقتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. اسمعوها وبلغوها نسوانكم، صلاة المرأة في شقتها في غرفتها في بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. يقول أخونا هناك، ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. والمسجد لفظ عام يشمل كل مسجد حتى المسجد الحرام، والله أعلم. يقول: هل المضاعفة تشمل العبادات الأخرى؟ العبادات الأخرى كالصيام والصدقة والذكر مفخمة في الحرام في كيفيتها لا في عددها، كما أن المعصية في الحرم مفخمة ومعظمة في ماذا؟ في كيفيتها لا في عددها، والله أعلم. نكتفي بهذا، والدرس غدا إن شاء الله بعد العصر ثم بعد المغرب ثم بعد العشاء إلى أن ننتهي من هذا الكتاب، والله ولي التوفيق.